والله فرحانة ما أشاش أنزل، فرحانة به. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. عجبني عجبني. أعجبك؟ إيه عجبني كثير كثير. بكم هو؟ بثلاثة مليون. ها؟ بثلاثة مليون ريال. ثلاثة مليون؟ عرطة يعني حاجة جديد ضخم جدا بثلاثة مليون. مليح؟ ثلاثة مليون؟ حاجة حالي قوي، فيه واي فاي وبلوتوث وانترنت كل شيء موجود. ما شاء الله عليك، ثلاثة مليون حكم هذا حين أطبق وجهك أنتو يا حكم. ثلاثة مليون يا مهافيف، احمد الله يا خيزران، هذا بثلاثة مليون غيرك تدفع خمسة مليون. خمسة مليون؟ أنت مجنون يا ابني، أنا ما أعرف انباسات إلا بنص مليون. جاي تضحكن علي سيباني، هذا أيام ما كان الدولار ب100، ماذا حق الدولار ب600 حجة؟ 600 إيش؟ دولار. ما هو الدولار؟ دولار أمريكي. إيه شوف يا ابني، لا تدخلناش في سياسك على الأمريكي، إذا ما نشاش سياسة وجع الرأس ما خربتنا الله وخربت دنيانا وبلادنا. يا غالي غالي يا ابو رحمه، فهمها الله يرحم والديك، استاذ احنا بنلعب عليها، فهمها انه الامريكي ما لهش دخل بالباص، موضوع ثاني. هذا هو الدولار رفعته ولا نزلته ما لناش علاقه بتربط الله حقنا. احنا نشتي منك تدفعي 3 مليون بس، ما لناش علاقه بالسياسه ولا علاقه بالاقتصاد. يعني ايش عرطه؟ يعني بلاش، صاحبه محتاج. ها محتاج؟ ايه؟ وتهب لي ب3 مليون وهو محتاج. لما انت اللي محتاج، شكلك انت وجاي تنصب علي. ما شاش معاك نص مليون؟ نص مليون؟ لا يا نص مليون عجبكم. الله يفتح عليك جدا، صلى على النبي. يا الله مسلم، دهن اشتري ب3 مليون ولا نحن انا كان الله معاكم. انا ما شاش خاطرش مع السلامه. لحظه ياسر، لحظه نفهم. فاهم يا حجة، البص بيروح عليك، بيروح عليك بعد ايش قاعد تزعلي؟ هذا مشروعك. تمام، اقل حاجه علموني السواقه. ما هو اسوق؟ لا قد انتي كبيره يا ام خزان، رجاء انا جلسي هناك في البيت وارتاحي ليش؟ لان علمش السواقه بعده، وان احنا في حنبات يوميه. حنبات ما صلى حنبات عن وصل ل 10 مليون بدل ما تدفعي 3 مليون. 10 مليون في ايش؟ حوادث، صوادم، اوادم، سيارات سمكره، رنج، معجون، وعلى 50 كل ذا رعوي. 50 يا رعوي، كل ذا ب 10 مليون؟ هذا لو طلعتي تسوقي كل ذا ب 10 مليون بس؟ ايوه. اشتروا لي ذي الحوادث. ليش نشتريها وقعد معنا بس 3 مليون؟ غالي. لفينا السوق انا وياسر ذو جنبي، لفينا السوق ما حصلناش باص بالسعر هذا الا هذا المليع. لا انا عن طلب الله ولا عن مكنها. شوفي اذا ما بشتقان بدايتها فخلاص، شكرا خاطرش احنا عارفين. لا شوف يا ابني، بذمتك ما دام جيف هذا انا مرتاح لك ذا. هو بيني وبينش كلنا. المهم اسمع حبيبي يا عم ينفر، لكن بشرط. ما هو؟ اشك تهب لي كل يوم 10,000. نعرفي 20,000 من هذا الراس، وخلال سنه ان شاء الله باص جنب الباص، مش باص جنب الباص، فرزه باص. 20,000؟ 20. ليش؟ بكم الراكب؟ ب200. اشتري لي 8. حلوة. لا تعيدي يا شاه. تمام يلا نتوكل على الله. نتوكل يلا. توكلنا؟ يلا الحمد لله. هاتي. ما هو؟ سعايتي. سعايتك بمصندل، يا سعايتك ذي. ما هو؟ طلع عند امك قال سعايه هبل.